حزب الحمير أو جمعية الحمير هو الاسم الأحب إلى مؤسسيها الذين يعتبرون أن الأحزاب السياسية هي مرادفة للخديعة والكذب، وهذا الحزب له نظامه الداخلي وشروطه للانتساب، وينتقد الموالين والمعارضين لنكرانهم فضل الحمار عليهم أيام الحرب بين الأكراد والسلطة العراقية. وعلى الساحة السياسية الكردستانية أحزاب موالية وأخرى معارضة، والحزب الديمقراطي الكردستاني هو الحزب الحاكم. إسرائيل كرد، مجلة مشتركة بين الأكراد والإسرائيليين، استقصينا عنها فلم نعثر على جواب محدد وواضح، بل على العكس، البعض نفى الأمر وقلل من أهميته. وعلى الموقع الإلكتروني تجد كل الأسئلة التي قد تبحث عنها. فإسرائيل كرد هي مجلة ثقافية شاملة ظهرت فجأة ومن دون سابق إنذار في محال بيع الصحف في أربيل، ويبدو الأمر غريبا وعصيا على الفهم في إقليم طالما حاول بكل جهد ممكن أن يرمي عن كاهله تهمة العلاقة مع إسرائيل. وهذه المجلة تدعو إلى إقامة العلاقات الثنائية وتعزيزها. مساحات خصبة غير مستثمرة بعد باستثناء زراعة القمح المعد للاستهلاك المحلي، ويشكل الإقليم سوقا استهلاكيا للصادرات التركية يقدر بأكثر من 9 مليارات سنويا، رقم ضخم يضع الإقليم في المرتبة الخامسة بين الدول التي تتعامل معها تركيا تجاريا. وإن كانت هذه الأرض العائمة على بحر من النفط لا تدر على أبنائها لبنا وعسلا بفعل التنازع عليها بين بغداد وحكومة الإقليم أو ضغوط أمريكية عليها كمحافظة كركوك، إلا أن الحكومة الكردستانية تدعم كل المواد الغذائية الأساسية وتقدم المنح للطلبة، ما يخفف من ضغوطات الحياة الاقتصادية في ظل الحد الأدنى للدخل الفردي البالغ 200 دولار. كركوك مدينة غنية تعيش على بحر من الألماس مثل ما نقول. مع الأسف إذا تزورين كركوك تراها متخلفة. نحن نقول اعطوا الحق للسكان هذه المحافظة أن يقرروا في جو ديمقراطي بمحض إرادتهم أن يكون شكل إدارتهم مع الإقليم أو مع بغداد. باعتقادنا إذا لم تحل المشاكل ربما تكون هناك مشاكل كبيرة. أعطي الثقل الأساسي للشعب العراقي، هم الذي يقررون مسير إدارة هذه المحافظة، ليس الأمريكان ولا غيره. بالنسبة للنفط وهي ملك لكل شعب العراقي، في كردستان كانت في أربيل أو في بصرة أو في أي مكان آخر من العراق، الثروات تتوزع على العراقيين بالتساوي حسب الكثافة السكانية. هل تقبلون المناصفة في القضية الكركوكية إن صح التعبير؟ أبدا، هاي غير مقبول ومرفوض نهائيا، ولا نسمح لأي شخص أن يتلاعب بمادة 140 وهي مادة دستورية يجب ويجب ويجب أن تطبق بحذافيرة مثل ما موجود في الدستور. إن كانت هناك محاولات إقليمية أو أجنبية أو داخلية فشعب كردستان يرفض التلاعب بهذه المادة. أحفاد صلاح الدين اليوم ينفتحون على الجميع عربا وأجانب، فلا عداوة مع أحد، وبالتالي أبواب الاستثمارات مفتوحة أمام الجميع. وضع البلد ممتاز وسبشلي أمنيا كتير كويس، بيحبوا اللبنانيين، اللبنانيين عم يجوا لهم بيعملوا انفستمنت وبيشتغلوا. عم نحاول نفتح قنصلية العمل لفتح قنصلية لبنانية بأربيل، وبتصور هالشي هذا خلال أشهر إن شاء الله برفرف العلم اللبناني بأربيل. وجينا عم نأسس شركة هون، لأن أوريدي كانت مأسسة بس طورناها، ولما أربيل صارت عاصمة كردستان وفيها استقرار وفيها أمان حبينا ندير الشركة من كردستان بس نحن بكل العراق. شمال العراق أو كردستان العراق حيث مشروع الدولة الكردية،
وحيث الحلم الذي يهدف إلى اجتثاث قطعة من أرض الرافدين ونسجها مع مثيلاتها من دول الجوار. وبين الحلم والحق في إقامة دولة كردستانية تاريخ كتب بدم هذا الشعب، وهذا ما لا يقبل الشك. والشك في أن يقبل التاريخ والجغرافيا في أن يتحول هذا الحلم إلى نموذج يحتذى به لإقامة سندستان وشيعستان وكردستان ويهودستان. وبالتالي أسئلة بديهية تطرح: هل كردستان هي دولة قابلة للحياة؟ وما هو موقفها من الصراع العربي الإسرائيلي؟ وموقف دول الجوار من كردستان؟ من أربيل في إقليم كردستان في الشمال العراقي، سلمى الحاج، الجديد.